Police State. عامل التنظيف في السجن لأنه بدأ عمله باكرا. نعم صدقوا ما سمعتم، العامل كيفن ماكجل سيقضي 4 أسابيع في سجن جورجيا لأنه نهض باكرا لالتقاط نفايات الناس. لابد أن القانون في هذه الضاحية الواقعة شمال أطلنطا قديم جدا ليعاقب عامل التنظيف لأنه نهض أبكر من اللازم لالتقاط فضلات الآخرين، لكن العديد من البلدان لديهم نفس المراسيم التي تحرم العمل إلا في أوقات محددة، والعديد من الضواحي تحاسب العمال في حال عملوا خارج إطار تلك الساعات المحددة من قبل البلديات. ويقول كاتب العدل بأن عملا من هذا القبيل عقوبته السجن قطعا. أما ماكجل فقال ليس لدي ما أقوله سوى أنها المرة الأولى التي أعمل فيها أبكر من الساعات المحددة. فقرر كل من كاتب عدل وقاضي سانداي سبرينغ أن ينزل بماكجل أشد العقوبات، حيث قرر القاضي أن يزينه فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى يطبق 30 يوم سجن ليتسنى له أن يعيل أسرته. فما رأيكم أنتم يا سادة